قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنها رصدت 30 حالة فقط من الجلطات الدموية بين نحو 18 مليون شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا في بريطانيا. وجددت الوكالة قولها إن الخطر من استعمال اللقاح البريطاني السويدي ضئيل للغاية، مؤكدة أن فوائده أكبر بكثير من مخاطره المحتملة. يأتي هذا في وقت قررت دول أوروبية تعليق استعمال اللقاح لمن هم دون 60 عاما، بينما تستمر التحقيقات في مدى صلة اللقاح لقاح أسترازينيكا بالجلطات المسجنة. من مدينة ميلانو عبر سكايب معنا الدكتور فؤاد قانصو، أستاذ أمراض الدم في جامعة سان رافاييلي الإيطالية. دكتور قانصو، 30 حالة من أصل أكثر من 18 مليون شخص تلقوا اللقاح، هل هذه نسبة غير طبيعية برأيك؟ يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك بمشاهدينك. يعني صراحة نحن لا نعتبر أن يعني هذه الحالات يعني هي حالات كبيرة جدا نسبة لأعداد اللقاحات التي أعطيت للمواطنين إن كان في المملكة المتحدة أو غيرها من البلدان. يعني كما تفضلت في تقريرك يعني قبل قليل أن يعني حسنات هذا اللقاح هي كبيرة جدا وأكبر بكثير مما يعني من سيئاته مهما كانت الظروف، باعتبار أنه يعني إذا نحن تكلمنا عن النساء يعني في السن الشباب التي يعني تأخذ حبوب منع الحمل، ربما عندها ليس ربما بل وبالتأكيد عندها يعني نسبة خطر كبير أنه يصير عندها يعني حالات يعني جلطات وتجلط في الدم وغيره يعني أكثر بكثير نسبة إلى من يتلقى لقاح أسترازينيكا أو غيره من اللقاحات. دكتور، لو أخذنا هذه العينة البحثية 18 مليون شخص في الظروف العادية إذا لم يتلقوا اللقاح، كم تكون نسبة من يصاب بينهم بالجلطات مثلا؟ يعني هي نسبة تتفاوت يعني بعض المرات من مكان إلى آخر، ويجب أن نكون حذرين أصلا من مسألة الإحصاءات وكيف تتم الإحصاءات، ولكن نحن نؤكد أن يعني نسبة المصابين في جلطات يعني كانت يعني نسبة ضئيلة جدا نسبة إلى العدد الكبير الذي تلقى لقاح أسترازينيكا، هذا من جهة. أما من جهة أخرى فإننا يعني لغاية الآن لم يعني نجد في أي بلد من العالم أن هناك يعني ترابط مباشر يعني بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وهذه العوارض التي تمت. يعني طبعا شركة أسترازينيكا اضطرت للإعلان عن هذه الحالات وإن كانت ضئيلة جدا، لأنه كما تعلمون يعني تكون المسألة يعني في غاية الحساسية ويجب إعلام المواطنين، لأنه إذا تبين فيما بعد أن هناك ترابط مباشر بين الحالتين فهذا سيكون مشكلة. ولكن نكرر ونقول أنه يعني لغاية الآن العدد عدد الأشخاص يعني في العالم وهو يعني ما قدر ب82 حالة مع الأعداد الهائلة من لقاح أسترازينيكا الذي يعني أعطي للمواطنين، يعني تبقى دائما نسبة خفيفة وضئيلة نعم مشان المجتمع. نعم دكتور، بعض الدول وضعت حدا سنيا أو للعمر، بمعنى منعت إعطائه لما دون 60، ويقال إن النساء أكثر عرضة لهذه الجلطات، هل نفهم ذلك طبيا سبب ذلك؟ هناك بحوث كثيرة وقد تبين من خلال البحوث التي أجرتها الجامعات الألمانية، حيث كان العدد الأكبر يعني من الأشخاص الذين أصيبوا بجلطات أما جلطات يعني دماغية أو انسداد رئوي في ألمانيا، وقد قاموا ببحث يعني وجهد كبير بالمشاركة مع كندا ودولتين يعني النمسا، وقد أثبتوا في دراستهم أن هناك يعني ما يسمى برد فعل مناعي لدى بعض الأشخاص، ولكن لم نعلم لغاية الآن
يعني عن تفاصيل ما يعني قد وجد. نحن رأينا من خلال البحوث التي أجريت يعني في هذه الدول أنه تبين أن كثير يعني معظم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وأصيبوا فيما بعد يعني بعد 4 أيام أو خلال أقل من أسبوعين بجلطات، كان عندهم يعني كمية من الصفائح يعني متدنية جدا نسبة إلى الحد الطبيعي. يعني هناك استنتاجات حول الموضوع، ولكن لغاية الآن لا نستطيع أن نؤكد، وكما لا يستطيع أن يؤكد أي طرف أن هناك يعني ترابط يعني متكامل بين هذه العوارض وبين لقاح أسترازينيكا، لأنه كثير من يعني الناس ممكن تكون عندها جلطات كمان يعني بعيدا عن اللقاح أيضا. وعندما تكلمت حضرتك عن النساء الذين هم ما دون 60 سنة وما دون 40 سنة، فهناك كثير من النساء في هذه الأعمار تتلقى يعني وتأخذ يعني جرعات يومية من إذا دكتور، وسائل المناعة الحمل. نعم دكتور، إذا أنت تؤكد كما تؤكد كل هيئات تنظيم الأدوية في العالم أن أسترازينيكا آمن، وتدعو الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى أن يأخذوا الجرعة الثانية حتى. نعم، نحن ندعو الجميع إلى أخذ اللقاحات بغض النظر يعني عن كل ما يقال لغاية الآن، لأنكم كما تعلمون أن المصدر الأساسي يعني الذي قد يعني يقول للجميع وخاصة للهيئات الصحية أن اللقاح آمن أو لا هو الهيئات يعني مثل الإيما، يعني هيئة الدواء الأوروبية والـ FDA بأمريكا وغيرها من يعني الهيئات الصحية في العالم أجمع. لذلك يعني تبقى خشبة الخلاص متعلقة بهذه الهيئات التي تدرس بكل يعني دقة يعني هذه النتائج وتعطي بتوصياتها نعم لكل دول العالم. شكرا جزيلا دكتور فؤاد قنصو، أستاذ أمراض الدم في جامعة سان رافائيل الإيطالية من ميلانو.